نضرب مثلا بالسلام. السلام إذا لقيت أخاك فسلم عليه وهو من حقوقه عليك. إذا قلت السلام عليك كم تحصل؟ 10 حسنات. 10 حسنات تحصلها إذا قلت السلام عليك. إذا مرض فالإثم عليه ولك الأجر. ولكن مع الأسف أننا نشوف نرى الناس الآن يمرون زرافات ووحدانا لا يسلم بعضهم على بعض، كأنهم ليسوا من الأمة الإسلامية، كأنهم لم يعلموا قول الرسول عليه الصلاة والسلام حق المسلم على المسلم 6 إذا لقيته فسلم عليه. سلم يا أخي، إذا سلمت تحصل فوائد، ولنعد الفوائد في السلام. الفائدة الأولى الثواب، كم؟ 10 حسنات. 10 حسنات. الفائدة الثانية أنها سبب للمحبة والإلفة. وما رأيكم إذا كان الشعب يحب بعضه بعضا، كل واحد يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يتم بذلك الإيمان. نعم. ثالثا سبب لدخول الجنة، سبب لدخول الجنة التي هي الغاية، غاية كل إنسان ومنى كل إنسان أن يكون من أهل الجنة. وأسأل الله لي ولكم أن نكون من أهل الجنة. آمين آمين. دليل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أفلا أخبركم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. كم هذه من فائدة؟ 3. رابعا تمام الإيمان، لقول الرسول: لا تدخل الجنة حتى تؤمن، ولا تؤمن حتى تحاب. وكل إنسان يحب أن يكمل إيمانه ويزداد إيمانه، وهذا من الطرق والسبل التي تزيد في إيمانك. إذن لماذا لا أسلم؟ وفي هذه الفوائد العظيمة، وفي تركها عكس ذلك، خسارة هذه الفوائد والإثم، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق 3، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. شف، خيرهما الذي يبدأ بالسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام وهو أشرف الخلق وأحق الخلق حقا على الخلق، كان يبدأ من لقيه بالسلام، يسلم على الصبيان إذا مر عليهم. نحن نمر على الشيوخ ما نسلم عليهم. نعم، هذا خلاف هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، وفي فوات هذه الأجور العظيمة. طيب، إذا قال الإنسان وقد مر بأخيه مرحبا، قال الثاني مرحبا، هذا سلام ولا غير سلام؟ غير سلام. هذا ليس بسلام، هذا تحية وليس بسلام. نعم. طيب، فإذا قال السلام عليك، قال الآخر أهلا ومرحبا ومسهلا بالأخ الصديق الحميم الطيب إلى آخره، وقام يكل من هذا المدح، هل أتى بالواجب في رد السلام؟ هل أتى بالواجب في رد السلام؟ لا، لأن الأول قال السلام عليك، وهذا قام يرحبه ويهليبه ولم يقل عليك السلام.